زوجتك قلت لها 1000 كلمة حب، ولا قلت لها كلمة حب واحدة، ولا ما قلتش كلام في الحب خالص؟ لا أكيد قلت. أهم شيء كنت عايزه في شريكة حياتك ولقيته. هي زي ما لقيتها كده، كانت هي كل المواصفات فيها. بص مش هتهرب مني، هسألك، أنت مزعج ولا مش مزعج كزوج؟ لا مش مزعج؟ لا خالص. مالكش طلبات؟ الحمد لله ربنا مديني حاجات كتيرة قوي، فما ماليش طلبات كتير في البيت، يعني الأمور ماشية طبيعي. عارف أحلى غنوتين في حياتك إيه هما؟ عارفهم؟ عارفهم. إيه هما؟ تترجى فيا والآية حلوة. خالص. ها؟ ولا أحلى غنوتين ولا حاجة. أمال أحلى غنوتين أحمد ومحمد. طبعا. صح؟ بس إحنا خليناها أحمد ومحمود على فكرة. بقت أحمد ومحمود. أيوة. أكتر حاجة حبيبها فيهم إيه؟ اني حسيت ان فجأة مسؤول عن الولدين دول، وقد ايه هم صغيرين وضعاف ومحتاجين ان حد ياخد باله منهم وحد يشوف كل طلباتهم، وخصوصا انه كان حصل لهم شوية مشاكل في اول ما اتولدوا. ف انزعجت لما حصلت المشاكل دي؟ ده كنت بموت يعني. كان في فيروس وحاجات كده واتحطوا في الحضانة، ولكن عدت على خير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. احساسك بوالدك اختلف بعد ما انجبت احمد ومحمود؟ بتشوفه ازاي دلوقتي؟ بقيت احس قد ايه الخوف اللي كان عندهم ناحيتي. لما كانوا مثلا اتاخر فيتصلوا يسالوني انت فين، اتاخرت ليه، انت كويس، بتاع كل انت بتسالوا ليه، ما انا كل يوم بتاخر لا حسيت الاحساس بتاعهم قد ايه كان بيبقى صعب لما يكونوا قلقانين على ابنهم. كنت طفل معجون بشقاوه. وضربت علقه كتير كتير قوي. اختار علقه فاكرها ومعلمه جواك؟ كان بسبب خناقه في المدرسه. وبعدين ضربت على اثرها خناقه، يعني علقه في البيت. هتمد ايدك على احمد ومحمود؟ لا مثالي. لا حتى لو قلته يعني بالحنيه مش بال انت دلعت اكتر من اللازم ولا ما دلعتش؟ لا كنت متوازن. هتدلع اولادك اكتر من اللازم؟ على ما بسمع ان الدلع ما بيطلعش رجاله، بس بالزبط. هحاول يبقى برضو في التربيه فيها توازن، شويه شده وشويه لين وشويه هدوء. دلوقتي هما الاثنين دول بقوا من نقطه ضعفك مش كده؟ اي شيء يمسهم بيمسك من جواك. امتى بتحس انك قوي؟ يمكن لما اشوفهم يكبروا شويه احس ان انا اقوى من دلوقتي شويه. انت تحس انك لا قوي ولا حاجه وغلبان على راي عادل امام؟ لما كان ابني بيعمل العمليه في المستشفى وهو عمره شهر، وكان يعني يا دوب اكبر من كفي بشويه كده،